انطلاق اياكس ما قدر يسجل تبديل حدث في الشوط الاول. لعب سال على مهم فرانس سال. نفسي الوضع الخاص من جماهير اياكس هنا. زياك الى الامام في وقوع نيرس اذن بيطيح. طيح نفسه يا ولا من الله. هذا بشكل عادي مثل بشكل مقبول على الاقل. ما ادري يا احمد رامي يقول هي الاطلال وهي كان صرحا من خيال فهوى. عاد ما تدري هل الصرح هذا يهوي ام لا. هنا الكره من اللعب حكيم الى الامام والابعاد ياتي. لعب مع ريال مدريد الفريق الثالث ثم لوغو وبعدها ريال اوفييدو ثم عرفتوا انتوا شفتوا وين الكره مع حكيم زياك بيسدد مازن. هذه فريق فيلم كم سجل فريق فيلم سجل 27 هدف. هنا محاوله والتصدي من حارس المرمى في النهايه. زياك هنا محاوله ذنا الى الامام تلعب الابعاد ياتي كذلك. زياك حكيم عرضية اللعب خطيرة جول. الله أكبر عليك لكن ما حتى هوش وهذا شيء جيد. شد وجد وحكيم من جديد تلعب. أوه. الهدف هذا عاد خذوه ودوه عند ناس خلا تدري انصدم بهدف قوي جدا في شباك فريق فيلم يوم ابوه اللي هو باتريك لايبرت كان يلعب مع من؟ مع برشلونه. الولد والابو مع برشلونه. هنا زياك من جديد خطيره وسقوط اثنين ثلاثه. سلامتك عورت نفسك يا زياك. تاكس وهو مع الفريق من 2016 مع الفريق الاول ها. وعد على منتخبات هولندا الفئات السنية 15-16 في فريق اسمه روبن هود. والجد اللي هو كينيث كلايفرت لعب معه 345. وين هذا الفريق انزين روبن هود بيلعب فيه ولا نشوفه؟ الفريق في سورينام. سورينام اللي هي في امريكا اللاتينية تقع في تلك الجهة عند ريس. اللاعب هذا عمره يا جماعة الخير 20 سنة. ولد في ساو باولو طوله متر وسبعة وسبعة. لكن اللي ما يتعلم من اخطائه شو نقول عنه؟ ما في فايده. هنا محاوله اذا تصل مع حكيم زاك في الجهه اليمنى عرضيه اللعب تصل. ضيعها مرت الكره. زياك ديونج الله الله الله, الله. يا الله تستاهل. ارقص واحده. ايوه هلا. اللاعب ديفيد نيرس حكيم زياك يستاهل بعد كل الكلام كله. بس متسلل نص متسلل ها. وحكم الرايه ما رفع على 3-1 كبيره ها. بس اتوقع في رابع. زياك يتلاعب نيرس. ضيعت الكره يا نيرس هالمره مشكله. زياك الى الامام والكره ابعدت. كره اذا في الجهه اليمنى تكسر. هذا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا نيرس. مش طبيعي هالولد مش طبيعي. قايل لك شوي شوي تكسر يا نيرس. هنا محاوله حكيم. يا حكيم يا حكيم يا زياك. لكن 2017 شوط اول سيء بصراحه ما كان في شيء يذكر. ومع الهدف الذي ايضا الى زياك في اقصى اليمين. هنا محاوله تاتي نيرت جول جول ضاعت جول. يا الله ما الله قاسم لك يا زياك. مره اخرى استلم الكره وسددها